السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذا اللقاء الأول مع الشباب والناس اللي مهتمين بالفوتوغرافيا، يعني في غالب الأحيان المبتدئين. مرحبا بكم. نتسناو غير يتجمعوا شوية ديال الناس باش نبداو على بركة الله. إذا هذا اللقاء هذا غادي يكون، أنا سجلت عندي هنا بزاف ديال لي كومونتير. أولا تنشكر كاع الناس اللي تفاعلوا مع المنشور ديالي، ومرحبا بالناس كاملين اللي باغيين يستافدوا، مرحبا بكم. بالنسبة للتعليقات كان صعيب بزاف، كل شيء شاف العدد ديال التعليقات واللي كان عدد مهم وكبير، فكان اعتذر من الناس اللي ما قديتش ارد عليهم. كاينين الناس اللي داروا دي كومونتير، انا سجلت بعض الكومونتيرات هنايا، وكاينين الناس اللي غير شكروا ودعاوا دعي ود الخير. وكاين الناس اللي طلبوا فيديوهات ديال الفيديو. اذا هذا اللقاء غادي يكون لقاء تواصلي، نتعرفوا على بعضياتنا ونهضروا فيه على مسألة كانت مهمة هي اللي اتطرحت بزاف في لي كومونتير. اذا اليوم ما غاديش يكون درس، وانما غادي يكون معلومات على نوع ديال الآلات اللي خص تشريو وكيفاش تتعاملوا مع الآلة. اذا غادي نشوف على حسب اختيارات ديالكم، نشوف وقاش نقدروا نبداو الدرس، يمكن غدا يمكن بعده ان شاء الله، نشوفوا العدد ديال الناس اللي غادي يكونوا معنا. اذا مرحبا بكم مرة اخرى في هذا اللقاء، هذا لقاء اللي هو للتعارف، تعرفوني ونعرفكم. كما قلت سجلت بزاف ديال لي كومونتير، كنتسنى دابا غير يبان ليا بلي كان شويه العدد مهم باش ما نعاودش الهضره. عدد مهم ديال الناس اللي تفاعلوا، كنشكركم كاملين على التفاعلات ديالكم، شكرا. ما جاوبتش على التفاعل على لي كومونتير كاملين، شفتوا العدد كبير بزاف ما كانش ممكن، ولكن درت اعلان على ان نتمنى ان كل شيء يكون توصل بيه، على ان اليوم ان شاء الله غادي يكون عندنا لقاء، اول لقاء مع الناس المهتمين بالصورة الفوتوغرافية. اذا نبدا باللي كومونتير. كان سي مروان اوغادير كان سول علاش من كاميرا تنصحني بها. وكاين يوسف بوتافلوست قال لي جي بوزوان دو فوتر ايد. اذا هاد يوسف بوتافلوست غالبا عندهم مجموعه، يعني مجموعه موسيقيه. واللي عجبني علاش سجلت هاد الكومونتير، اللي عجبني ان هاد السيد هذا كما تنقولوا ما بغاش يدخل للفوتوغرافيا ولا للتصوير من باب الضيق، يعني بغى يتكون وبغى يعرف الفوتوغرافيه. وهذا مشكل كيتطرح، هذا اللي مخلي عندنا الصوره كما تنقولوا بالدارجه عيانه عندنا في المغرب. علاش؟ لقاش مثلا مجموعه موسيقيه كتبغي دير اون سيت فيديو للفرقه ديالها، الله يكون في العوان، يمكن شي مرات ما تكونش الامكانيات، ولكن تيقدو يشريو مثلا ان باري فوتو وتيتكلوا على الله وتيبداو يخدموا الرسوم. وهذا تيطرح مشكل. شنو هو المشكل؟ انه تيكونوش عارفين مبادئ التصوير الفوتوغرافي، وهذا تيخلي ان ذاك المنتوج ديالهم يكون ضعيف. يعني كامل كنشوفوا كامل حتى الناس اللي عندهم دابا لاشين اليوتيوب وخدامين، اغلب الناس المحد داكشي اللي كيعطيونا داك المنتوج البصري اللي كيعطيونا تيكون شويه، تيكون ماشي شويه، تيكون عيان. علاش؟ لقاش ما عارفينش كيفاش، فين حتى الموضوع ديال الكاميرا فين خاصو يكون، وداك الشيء اللي كيصوروا كيفاش يكون محطوط، وهذه كلها امور اللي كتغيب عليهم وما تيعرفوها شيء. وبالتالي المحتوى على المستوى البصري تيكون عيان، وهذا ما تيشجعش ان الناس تشوف لا فيديو. الا كانت لا فيديو فيها ليماج مزيانه ولا كومبوزيسيون مزيانه، فبطبيعه الحال الناس تتشوف داك الفيديو وتقد تمشي معاه. اذا عندي عبد الله بوفوس كاميرا واكسسوار، بغى يعرف، باغي ياخذ كاميرا وباغي ياخذ دي اكسسوار. كاين يوسف احطاف، يوسف اما احطاف ولا اهطاف. عندي صحه، بغى نصيحة في مجال التصوير. كاين السي عمر بوحسن، نوع الكاميرا والثمن يكون معقول. عبد الحق الفلاح، ولا ماشي يعني، كان هذا كان رد ديالو على الناس المبتدئين. يعني كنت انا جاوبت على واحد التعليق
اللي كنهضر فيه على الناس اللي هما ولا ماشي مبتدئين، وهنا قال لي ولا ماشي مبتدئين، زعما الناس اللي ماشي مبتدئين شنو خصهم يديروا. حاتم السدراتي، حاتم السدراتي بروغرام، بغى يعرف واش كاين شي بغى يعرف شي بروغرام باش يخدم الفيديو والصورة. يعني انا عاد غادي نجي وغادي نجاوب على هذا لي كومونتير كاملين. كاين كوثر ياسين، ما كرهتش اخويا الا كان باش تفيدنا، ما تبخلش علينا. اذا حتى هذا سجلته على هذا، ما تبخلش علينا. الحمد لله انا هنايا اصلا لحقاش ما بخلتش بهذيك المعلومات اللي عندي. اذا انا هنايا بوغ لو بارطاج، باش نتقاسم معكم هذه الامور اللي كنعرف في هذا المجال ديال الفوتوغرافيا. اذا مرحبا بك اختي كوثر. ميري انا شريت حتى الكومنتير هذا عجبني بزاف. ميري كتقول باللي انا شريت كاميرا وحطها، ما عرفتش منين نبدا بها، وكان بزاف ديال الاخوان هنايا والاصدقاء اللي غادي يقولوا مصاب كانت عندي انا ديك الكاميرا وعارف ما ندير بها. اذا انت راكي في المكان المناسب، ان شاء الله غادي تولي تعرفي شنو ممكن ديري بالكاميرا ديالك. ان شاء الله ما غاديش يبقى عندك حتى مشكل انك تتبعي معنا، وما غادي يكون حتى مشكل. هذه راه رساله موجهه لكل شيء، ان شاء الله في هاد لاباج هادي غادي تعرفوا مبادئ التصوير كامله، وغادي يكون داك الشيء كما تيقولوا بصدق وبطريقه بسيطه. يعني التواصل غادي يكون بطريقه بسيطه، ما غاديش ندخلوا لا في الرياضيات لا في لي شوز نو سورون با كومبليكي. يعني غادي نمشيو بطرق اللي هي بسيطه وسهله، اللي باش يعرفوها الناس اللي قاريين للناس اللي ما قاريينش. كاين الله يحسن العوان الناس اللي ما قاريين شيء ولكن فيهم الفيس ديال التصوير، اذا من حقهم انهم يعرفوا مبادئ التصوير بطرق مبسطه وسهله ما فيها حتى شي مشكل. كاين عدنان، التليفون سخون. كاين معنا عدنان سليماني. سي عدنان سليماني عطيني ثلاثه ديال لي نيكون، دي 3200 دي 5200 دي 5300، وباغي يعرف شكون يحسن من في هاد لي زاباري فوتو، شكون يحسن شكون يليق له الخدمه. كاين هاجر الزروق، بغيت نتعلم تصوير بكانون 700 دي بالمانويل. اذا هاد المساله هادي ديال المانويل، الى بغيتو ترجعوا لواحد الدرس عندي ديال لي مود ديال التصوير الفوتوغرافي، وكنت هضرت مطولا على هاد لو مود ام، غادي نعاود نهضروا عليه. ما تقربوش من الام، تعلموا تصوروا به، ولكن غادي نشرح لكم علاش الام سي اون كومبليكاسيون الى قدينا نقولوا، يعني شي حاجه اللي هي معقده، يعني شي حاجه كتعطلنا في التصوير. كاين عندنا لي مود اللي ساهلين وتعطونا نتيجه دغيا، ما نعذبوش راسنا مع لي كراج ديال الام. سجلت هاد الكومنتير على هاد المساله ديال عندها 700 دي وبغات تعلم. اذا ماشي مهم لا مارك ديال لاباري فوتو، اي مارك كانت عندنا نقدروا نخدموا بها. هادشي غادي نرجعوا له من بعد ان شاء الله. شمس ربيع، قيل لي على ان افهم في فن الفوتوشوب واش عنده علاقه بالتصوير. اذا فعلا فوتوشوب عنده علاقه بالتصوير، هو مرحله، هو داك الغربان، يعني فاش تناخدو صوره وتندوزوها للفوتوشوب تنقدو نخرجو بنتائج اخرى على مستوى الضوء، على مستوى الالوان، على مستوى الكونتراست. اذا مرتبط، اذا دابا في هذا الوقت هذا مرتبطه الصوره بالفوتوشوب. منديدي هشام، دير لنا لايف على بي اس ام ا ديال نيكون. اذا تيهضر على اننا نديرو درس لايف على لي مود ديال التصوير ديال نيكون. ما يمكنش غادي نديرو غير ديال نيكون، غادي نديرو ديال نيكون وديال كانون. وهذا البي اس ام ا ما كاينينش غير في نيكون، كاين في ليزاباري كاملين، الا ان كانون دايره تي في ودايره الافي بلاست الاس والاو، كلهم هادو غادي نعرفوهم لاش يليقوا، وشنو هو الوقت المناسب اللي غادي نخدموا بهم، الوقت المناسب فين غادي نخدموا بهاد لي مود هادو.
وفي لي كومونتير كانوا بزاف ديال الدعوات الخير، الناس متعطشه مسكينه زعما بصراحه، الناس متعطشين انهم يتعلموا الفوتوغرافيه، وكانوا دعوات زوينين بزاف ديال اللي يعجبوني. انا هادشي كنديرو كما تيقولوا بالدارجه بلا جميل، وما كنتسنى حتى شي جزاء. يعني حتى في الا شفتوا في اليوتيوب ديالي ولا في الصفحه ديالي، الا شفتوا لي فيديو اللي دوزت كاملين، ما كانش شي فيديو اللي قلت فيه تتفاعلوا وبارطاجيو ولا دقوا الجرس، دوك اللعيبات اللي تيديروا، ما كانش شي فيديو الا واحد الفيديو كان مهم بزاف وقلت لهم هذا عافاكم خصو يتبارطاجي، علاش؟ لقاش داكشي اللي فيه مهم، اذا باش ما نكونش كندير هذا الشيء بالمقابل. اذا انا هنا كنديرو بوغ يعني بوغ لو بارطاج مع الاخوان. لي باج غادي يطلعوا فعلا. هذه الجمله كنت قلتها في واحد الدرس في لاباج ديالي، قلت بلي لاباج غادي يطلع، وفعلا طلعت، وصلت ل 1400 وشي حاجه ديال الناس اللي تابوناو فيها، ولات اليجيبل. ولكن كان عندي شي ما كاينه شويه الاميه، انا دابا الحمد لله مزيان في الفوتوغرافيا، ولكن كاين شويه الاميه في امور اخرى. خرقت القانون ديال الفيسبوك وعاودت من جديد، ماشي عاودت من جديد، وانما اعطوني فرصه اخرى انني نعاود. اذا غادي نهضروا على الاساس اللي كان في هذا المحور ديال لي كومونتير ديالكم كاملين، كان هو اش من اله باش نخدم، شنو هي لاباري فوتو باش نخدم. ما تعقدوش على راسكم الامور، راه اي اباري بروفيسيونيل لايق للعمل. ما نبقاوش نتعلقوا ونقولوا مثلا انا خصني ان بيجي ديال 10000 درهم، سمحوا لي راه صاد شويه وتنعرق. ما يمكنش نجي ونقول انا مثلا عندي، نعطيكم مثال، شي واحد جمع شويه فلوس ووصل 3000 درهم، ومازال ان شاء الله باغي يزيد ديك 3000 درهم، يزيد عليها باش يشري ان اباري فوتو. هادشي راه تيبقى لبزاف ديال الشباب المبتدئ. اذا علاش انا غادي نبقى نتسنى واحد الفتره حتى نكمل 10000 درهم ولا 5000 درهم ولا 4000 درهم عاد نشري ان اباري فوتو؟ لا، نشوف السوق شنو فيه وناخذ ان اباري فوتو ب 3000 درهم ونبدا ونتعلم ونكتسب الخبره على ما يسهل الله من بعد، وناخذ اباري فوتو. وكاين واحد النوع من الناس عاوتاني اللي عنده مثلا 5000 درهم ومخليها، وتيقول نخليه حتى نزيد عليها ونشري شي اباراي مجهده كما تنقول حنايا، مجهده يعني مجهده فيها الازا طالع لا ريزوليسيون. انا تنقول لا، ديك ال 5000 درهم اللي عندي نشري بها ان اباري فوتو برو، نقد نلقاها ب 3000 درهم، وديك 2000 درهم نشري بها لي زاكسيسوار، ومن بعد يكون خير. اليوم غادي اللي مهم في هذا اللقاء اليوم هو انني نعطيكم اكبر دليل على ان لي زاباراي اللي هما قدام دابا راهما دي زاباراي بروفيسيونيل. وكاينين دي زاباري فوتو اللي دابا الناس ما خدامينش بيهم، وهما دي زاباري بروفيسيونيل، نقدروا نلقاوهم دابا ب 1500 درهم، 2000 درهم، 3000 درهم. انا عندي واحد المجله، هذه المجله هذه شاسور ديماج، هذه مجله شاسور ديماج، ال دات دو، اسمحوا لي نشوف التاريخ ديال الاصدار ديال هذه المجله هذه، في اكتوبر 2007. اذا في اكتوبر 2007 هاد لي زاباري هادو اللي كتشوفو، هاد لي زاباري هما 1 2 3 4 5 6، هاد 6 لي زاباري في 2007 كانوا هما الطوب في التصوير. ما معناه ان اللي كانت عنده اباري من هادو راه هو المجهد. غادي نقرا لكم هنايا واحد الباراغراف ندير الترجمه ديالها. قال لك هنايا اون لي زاتوندي دوبوي دي موا، قال لك هادي شهور وحنا كنتسناو، ها هما وصلوا كوم بريفي، ها هما وصلوا كما كان منتظر. هاد الستة ديال لي نوفو ريفليكس فون دي ساتو من هاد الربيع هذا، اتوندي دو سيدوير لي فوتوغراف، هادي ايل فون سيدوير لي فوتوغراف اماتور اكسبير اي برو. اذا هاد الالات هادو في 2007 كانوا هما المجهدين، هما المخيرين اللي غادي يدوخوا المصورين. اذا انتم كلكم كمبتدئين حسبوا راسكم في 2007. اذا شنو الفرق ما بين داك المصور اللي هو كان بروفيسيونيل وعنده هاد الاله في 2007 والمصور ديال دابا؟ فعلا
تقدمات التقنيات، تقدموا لي زاباراي، تزادوا بزاف ديال الحوايج، ولكن اللي ما عندوش ان بيجي كبير يحسب راسو مازال في 2007 ويمشي يقلب مثلا على نيكون، على كانون 40 دي، الفا 700، كانون ان دي اس، نيكون دي 300 و دي 3. اذا الا كان شي واحد دابا شاريهم وعنده في 2007 راه هما كانوا هما الطوب. اذا الا كان خدم بهم ان بروفيسيونيل واحد الوقت، علاش انا ما نخدمش بهم دابا؟ نبدا نقلب انا على ان باري فوتو ديال 20000 درهم، 2 المليون، 3 المليون، باش تسمى راه عندي ان ماتريال. لا، وفروا في ليساتكم كمبتدئين، شريو دي زاباري خاص، الى عندكم شويه ديال الفلوس شريو معاهم دي اكسسوار، دي اكسسوار صافي دير دي زوبجيكتيف فلاش، بزاف ديال الحوايج ممكن تشريهم بداك البيجي باش غادي تشري دابا ان اباراي اللي هي برو. اذا هذا اكبر دليل، هذا الشيء اللي وريتكم دابا هنايا اكبر دليل على ان الالات اللي عندنا في السوق قدام راهما واحد الوقت كانوا كيخدموا بهم لي بروفيسيونيل. اذا ما بقاوش نقولوا راه لو بروفيسيونيل هو اخر ما كاين، وتكون عنده اخر ما كاين، هاد لي زاباري راهما كانوا اخر ما كاين واحد الوقت. اذا وفروا في ليساتكم، ما تعذبوش راسكم، ما تمحنوش راسكم، تبقاو تقاتلوا تجمعوا فلوس باش ديروا انتوما كمبتدئين. ما عارفش انا دابا كل واحد وشنو لاش باغي لاباري، كاين اللي باغي هذاك عنده داك الفيس ديال الصور الفوتوغرافي، كاين اللي باغيها باش سو دي بغوي يصور طريف الخبز مثلا ولا هذا، ممكن اباراي بحال هاد لي زاباري اللي هضرت عليهم اللي هما دابا تقد كاع ما تلقاهمش في السوق مثلا، ولكن واحد الوقت راهما كانوا دي زاباري فوتو برو كيخدموا بهم لي بروفيسيونيل. هاد نعطيكم واحد المساله، يعني هاد المساله هادي راه مساله تجاريه محضه، يعني غير التسويق. انا نعطيكم مثال، هاد الناس اللي كيصوبوا لنا هاد لي زاباري فوتو دابا كاملين، شنو الهدف ديالهم؟ الهدف اقتصادي. علاش نقول علاش تنقول لكم هدف اقتصادي؟ لحقاش الناس ممكن تجمع واحد ثلاثه العلماء ولا اربعه في هذا المجال هذا ويخرجوا لنا واحد الاله ديال التصوير عجيبه ويدير لها واحد لو مونطون، هذا الثمن ديالها، ويشريوها الناس كاملين اللي بروفيسيونيل ويخدموا، ولكن من بعد غادي يلقاو بلي هذيك المزيانه صافي ما يبقاش السوق يخدم. اش يديروا؟ تيعطي النهار الاول تيخرج لنا مثلا ان باري فوتو فيها 12 ميجا دو بيكسل، هو بداك الوقت فين خرج 12 ميجا دو بيكسل قد يدير 18 ميجا دو بيكسل. كدوز واحد الفتره كيخرج لنا اله ديال التصوير اخرى فيها 18 ميجا دو بيكسل. اذا اللي عنده ديك 12 اش يدير؟ تيحطها ولا تيبيعها وتيعاود يشري 18. علاش؟ لقاش 18 سي اون غوند ريزوليسيون، فيها لا ريزوليسيون مزيانه. وكيجيو لاله اخرى تيعطيونا فيها مثلا 1600 ازا. دابا نشوفوا هادشي كامل فين تيليق، هاد الازا الاسماء اللي بالنسبه للناس المبتدئين ما تيعرفوهم شي، احنا غادي نشوفوا لاش يليقوا في الدرس الجاي ان شاء الله. اذا عندنا اباراي فيها 1600 ازا، فاش نشريها تندوز بها واحد العام كتخرج وحده فيها 1600 ديالها 3200، تمشي نشري ديك 3200. علاش؟ لاقاش هي احسن من 1600 وهي غاليه. كاين عندي اله ديال التصوير اللي كدير ليا 6 فوتو بار سكوند في الرافال، كنبرك كضرب لي 6 ديال التصاور في الثانيه، من بعد تيخليوها بعد واحد الفتره تيخرج وحده فيها 12 ولا اكثر من. اذا المساله كلها مساله اقتصاد، ومن حقهم باش الناس الاقتصاد ما يوقفش وتمشي الامور مزيانه اقتصاديا. اذا هادشي كله تنقول لكم باش ما تعقدوش على راسكم الامور فيما يخص اقتناء الات التصوير. راه دابا كاينه واحد 550، وانا دابا في هاد اللايف هذا ما تندير دعايه حتى لشي شركه، ما ملتزم حتى مع شي شركه، ولكن تنقول على بحكم التجربه ديالي. اذا عندنا واحد 555 الة تصوير قديمة شوية، ولكن هي كان الفيديو ديالها زوين بزاف، الفيديو ديالها إذا الناس اللي باغيين الفيديو يمشيو للكانو، الكانو لوميكس سوني. نيكون ضعيفة شوية في هادشي كله، عارفينو اللي فوتوغراف ضعيفة شوية في لا فيديو. إذا هاد الآلة هادي إلى يومنا هذا مازال تلقاوها 3000 درهم 2000 درهم،
اذا اللي باغي يتصور يدير لا فيديو وباغي يدير تصاور مزيان يمشي ياخذ هاد 5500، اي لقاها ب 2000 درهم ياخذها ب 2000 درهم، يشري لها ان اوبجيكتيف، يشري لها ماتريال، وها هو مزيان. هذه راه واحد الوقت كانت هي المخيره في لا فيديو 550. والناس اللي تيفهموا في لا فيديو في لا فوتو راه عارفيني انا تنهضر، تنهضر على واحد لاباري اللي واحد الوقت كانت تحفه. اذا واحد الوقت كانت تحفه، اليوم ما تبقاش خدامه. لو موند نو شونج با، راه مازال عندنا نفس لا لوميير، نفس لي زانخوجر على برا، ما كتبدلش شي حاجه، كل شيء مازال عندنا على برا هو هو، ولكن الالات كتبدل. كاين واحد السيد كان دار لي في لي كومونتير، هضر لي على قال لي انا كنصور تحت الماء، نصحني عافاك شنو ندير. هذه مناسبه باش نقول باللي التصوير تحت الماء بحالو 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 بحال التصوير فوق الماء. علاش؟ لحقاش حنا لا تحت الماء لا فوق الماء شنو كنصورو؟ كنصورو الضوء، كنصورو لا لوميير. اذا ملي كنكون كنصورو لا لوميير راه نصوروها باش ما كان، راه الناس دابا عندهم تليفونات يصوروا بهم تحت الماء، وعندهم الات صغيره تيصوروا بها تحت الماء. اذا ما كاينش اختلاف، خصني انا غير نكون تنعرف نضبط لي ريغلاج ديالي، وهادشي غادي نشوفوه في الدرس الجاي ان شاء الله، انني نعرف كيفاش تكون عندي اون بون اون تري بون اكسبوزيسيون، ما يكونش عندي الضو زايد وما يكونش عندي الضو ناقص. اذا بحال الماء بحال السماء بحال في الارض، ما كاين حتى شي فرق. بالنسبه للاخ اللي بالنسبه لهاجر زروق، بغيت نتعلم نصور، لا ماشي، لا بالنسبه للسي عدنان سليماني سول على نيكون. اذا بالنسبه للناس اللي تيخدموا بالنيكون باش يعرفوا لاباري احسن من الاخرى، كل ما كان داك الرقم كبير، مثلا عندنا فاش نقولوا دي 3200 وتنهضروا على دي 5200 ودي 5300، كل ما هذا الرقم اللي هو 200 هنا 200 300 اللي كيجي مور هاد 5، كل ما كان كبير كل ما كتكون لاباري احسن. اذا لاباري كل ما كبر الرقم ديالها كل ما تتكون احسن، العكس ديال كانون. كانون الارقام كل ما مثلا فاش نقولوا 6 دي احسن من 50 دي احسن من 500 دي. اذا كل ما كان الرقم واحد كل ما احسن، جوج ارقام قل شويه، ثلاثه الارقام قل وهي غالي. اذا في هذا الدرس في هذا اللقاء هذا بغيت نلقاش التعليقات كلها كانت تتخص زعما كتهضر على اننا خصنا الناس بغاو يعرفوا شنو هو الماتريال اللي غادي يخدموا به. اذا ما غاديش نقول لكم نيكون احسن ولا كانوا احسن، ولكن بالنسبه للفيديو المعروف ان كانوا احسن. كان سوني كان ديزاباري دابا ولاو مجهدين في سوني. بالنسبه ل الا كنتو شفتو في الفيسبوك ديالي، انني هذا السبت هذا الجمعه والسبت درت واحد لا فورماسيون لواحد الناس في طنجه، يعني درت لهم فورماسيون على كيفاش يصوروا لارشيتكتور. وهذه المساله كانت هي مهمه بزاف. هادو بحال ديك الفرقه الموسيقيه اللي هضرت عليها، ناس ما بغاو يدخلوا الفوتوغرافيا من بابها الواسع. اذا الا لاحظتوا كاملين ان فاش نشوفوا دوك الديور اللي كيكونوا للكراء او الشراء اللي كيكونوا عند الناس ديال العقار، فاش كنشوفوهم كنلقاو لو كونتر جور. لو كونتر جور هو داك الظلام اللي كيبان لنا في التصاور، و تيكون داكشي ماشي زوين ولا كومبوزيسيون ماشي زوينه، وفي التالي ما كيعجبنا شي في الشوف، ويقد شي حد ما تعجبو شي واحد لابارتمون غير حقاش شاف التصاور عيانين. اذا هاد الناس شنو داروا؟ داروا ان انفستيسمون وعيطوا ليا ودرت لهم درس في كيفاش نصوروا الارشيتكتور، وبالفعل كان مهم ليهم بزاف. علاش؟ لحقاش انهم كانوا باغيين يقتنيو اباراي فوتو، والسيد اللي عيط ليا بنته كان عندها واحد الايفون 11 ودرنا به واحد لو تروك غير بالصدفه قبضته منها وصورت به. فاش شفنا لا فيديو لقيته اكسترا اوردينير، ما كنديرش دعايه للايفون، ولكن السيد مول شي صدق ما غاديش يشري ان اباري فوتو وغادي يكتفي بداك التليفون. علاش؟ لحقاش الجوده ديال التليفون كانت كافيه. علاش؟ لحقاش ماشي فيلم، ماشي شي حاجه اللي تتطلب منا اله ديال التصوير كبيره. اذا انا تندخل لواحد لاسباس فيه واحد لا لوميير كنصور، اذا علمتهم كيفاش يديروا الزاويه منين ياخذوا، فوقاش يصوروا من الفوق، فوقاش يصوروا من التحت، لو ديبلاسمون كيفاش انهم يمشيو. مثلا الدار تكون مطله على شي منظر جميل، تنمشي انا تنبدا بداك المنظر الجميل، تنبدا منه تندخل للدار. اذا الناس فاش يشوفوا تيشوفوا ان
داك المنظر اللي شفنا، يعني الدار هكا تطل على داك المنظر الزوين. اذا من هنا نحيي السيد طارق رامي غادي نسميه، على انه كلف نفسه يعني ماديا، كلف نفسه ماديا وعيط ليا، مشيت خدمت له يومين، كان ان بيجي مهم. ما تنقولش على الخدمه، وانما هي باش يعرفوا ان الناس هذه هي الخدمه، تيديروا ان انفيستيسمون، اعطى الفلوس باش يدخل الفلوس، راه هذا هو العمل، احسن من دوك الناس اللي كيمشي ويشري ان اباري فوتو ويدخل يبدا يصور بها وما تكونش ان تري بون ريزولتا. نفس الشيء اللي كيوقع لمالي اليوتيوب، الناس اللي كيديروا الطبخ. كانت واحد الصديقه، دابا كلكم راكم اصدقاء، واحد الصديقه من الناس اللي علقوا صيفطات لي واحد التصويره تتبين لي فيها، اذا بغيتو ترجعوا لي كومنتير راكم تلقاوها، وهذا راه درس مهم. تلقى واحد الطويجين فيه شي حاجه طايبه، ودايره واحد طريف الحامض وواحد قزبر ولا معدنوس حاطاه. هذيك التصويره شرحت لها، قريتها لها، درت لها واحد القراءه، قلت لها باللي فاش كنشوف هذه التصويره هذه راه حنا كنمشيو لذاك القزبر ومعدنوس، وليك اللعيبه داك الطريف الحامض علاش بقى هو صفر ولا اخر اخضر، وجيه في الوسط ديال الصوره، وبالتالي ما كنركزوش مع داك الشيء اللي طايب في الطاجين. وفعلا فاش قلت لها الملاحظه لقات باللي كاينه هذه المساله هذه، قلت لها انا هنايا على باش ما تبقاوش تطيحوا في هذه المشاكل. يعني الناس يجيو خصنا نعرفوا كيفاش داك المساحه اللي كتكون عندنا كيفاش ناتستوها، كيفاش نحطوها. غادي نشوفوا حتى على مستوى الالوان، الالوان شيء مهم هو اللي تيجلب. اذا الا كان عندي واحد اللون خص يكون عندي الرابيل ديالو. دابا نشوف هذا الشيء بدرس من الدروس ان شاء الله الجايه. الناس اللي كيديروا طبخ خصهم يتعلموا ياتستوا ديك المساحه وداك الفضاء اللي تيكون قدامهم. علاش؟ بس الناس اللي كيتفرجوا ما تتعبش العين ديالهم ويصدق خارج دغيا ويخلي لا فيديو. اذا الناس اللي عندهم لا شان هنايا وديال الطبخ، وشفت بزاف ديال اللي كيديروا الطبخ، مرحبا بكم، وان شاء الله غادي نحلوا كامل هذه المشاكل هذه ديال هذا هو اللي كنسميو الاهم ما كاين في التصوير، وهو لا كومبوزيسيون. لي زاباري فوتو كاملين دابا تيهنيونا ما هو تقني، ما نبقاش نحمق راسي مع الديافراغم الفيتاس وهذا الشيء كامل. غادي نوريكم الطريقه كيفاش غادي تخدموا، وما تلقاو حتى شي مشكل على مستوى الضوء. ولكن الاهم والاهم والاهم تنقولها ثلاثه المرات، هو لو كادر، هو لو كادر. اذا دابا فاش جلست الا لاحظتوا انني ما قالش شيء في الوسط، الا جلست في الوسط سا ديغونج، ولكن الا جلست هنايا كان يعطي قيمه لهذا الطابلو هذا اللي جاي على اليسار. ما عرفتش يبان لكم انتم على اليسار ولا على اليمين، المهم راه على اليسار ديالي. اذا الناس كاملين اللي كيدخلوا كيشوفوا فيه، وكيجيو حتى لعندي وتيوقفوا، ودير داك الظلام اللور. المهم يعني لعب شويه على لا كومبوزيسيون باش ما تتعبش. الا لاحظتوا كاين في هذه الجهه هذه كاين هذا الظلام هذا، ومخلي التلفازه شاعله، كان ممكن ندير فيها الصوره ديالي وقابط لاباري كما درت في واحد الفيديوهات اخرين، ولكن خليتها كحله. علاش؟ باش ندير هذا كيتسمى توازن على مستوى الضوء، لا مستوى اللون. اذا عندي انواغ هنا وانواغ هنا، كندير ان اكيليبر. وهاد التصويره جايه هنايا وفيها واحد شويه الاخضر، وانا لابس شويه ديال الاخضر. اذا هذه كلها دي زاستيوس، امور اللي خصنا نعرفوها فاش نكونوا كنديروا لي فيديو ديالنا. اذا غادي نقلب على شي طريقه، انا مازال شويه في هاد الامور هذه، يمكن عيان شي شويه، ولكن غادي نشوف، غادي نسول كيفاش انا نقد في ان لايف، ولا تقدروا تنصحوني نتوما كيفاش في ان لايف نقد يكون نقرا لي كومونتير ديالكم. يمكن خصني ندير غير نرجع غير الكونفيغوراسيون ديال لي لايف في الفيسبوك، وانني اوفيغ يا ميزيغ انا خدام معكم وانا تنشوف لي لايف. اذا غادي تكون عندنا حصه جايه ان شاء الله، غادي نعرفوا فيها اساسيات او مبادئ التصوير الفوتوغرافي، الامور البسيطه واللي معقده شي شويه اللي تيخص اي فوتوغراف مبتدئ يعرفها، اللي هي لو ديافراغم، الفيتاس، والايزو او الازا. اذا هذه كلها امور تتعلق بالضوء، اذا هي باش نخدمه في ان اباري فوتو. اذا بغيتوا عندي ديجا دروس في هذه الصفحه هذه، ديجا درتهم فيهم حتى الدرس اللي كان طلب واحد من الاخوان اللي هو البي اس ام ا. الى قدرتوا تدخلوا تشوفوهم غير باش تعرفوا تاخذوا فكره على شنو غادي نديروا من بعد، ولكن ان شاء الله غادي ندير لكم درس خاص، وغادي نديروا كما تيقولوا مطول شويه، وندير باش على اساس ان الناس تستفيد فيه. تيبان لي وقيلا جاوبت على كل الاسئله اللي كانت. جيب زوين هنا، كاميرا واكسسوارات، انا هضر نوع الكاميرا والثمن المعقول. بالنسبه للاثمنه المعقول،
كاينين عندنا دي جروب فيسبوك اللي مهتمين بالبيع والشراء ديال آلة التصوير. الأمور بسيطة وسهلة بزاف، تدخل داك الجروب وكتقول أنا باغي نيكون تران تران، تدي رقمها ولا نيكون ولا كانون ولا سوني ولا هذا، كتطلب وتيجيوك أجوبة. أنا راه عندي بون أوكازيون، عندي قديمة عندي جديدة، وتطلب منه الثمن. وهاد القضية تيديروها ما تتعجبنيش، ولكن هي يمكن عملية بالنسبة ليهم. فاش تقول الثمن تيقول لك دوز بريفي، وتتولي كتحشم تبقى تدوز على كل شيء، تبقى تسولو. نتمنى ان واحد النهار يجي نبقاو نلقاو الآلة ديال التصوير، نلقاو الآلة ديال التصوير ونلقاو الثمن ديالها معاها. اذا هاد لي جروب هادو تيخدموا شويه، تيخدموا الناس المبتدئين والناس لي بروفيسيونيل اللي تيقلب على شي حاجه تلقاها في هاد لي جروب هادو. اذا تنتمنى انني يكون استوفيت كاع داكشي اللي خاص. اذا كان شي حاجه ممكن تقولوها ليا في التعاليق هنايا في الصفحه ديالي. كانوا جوج الامور، امر واحد اللي لفت النظر ديالي الاول، ان لقيت واحد الظاهره واللي جاتني شي شويه في شي شكل، ان لا ماجوريتي ديال الناس اللي باغيين يتعلموا لا فوتو اينات مزيان، شي حاجه مزيانه. زعما جاتني في شي شكل، انا فوق ما تلقى شي كومونتير تلقى الاسم ديال بنت هي اللي دايراه مزيان، ان العنصر النسوي يدخل لهاد المجال هذا. يمكن لحقاش كاينين لاشين بزاف اللي دايرينهم بنات ديال الطياب والطبخ وهذا، ولكن كانت اون ماجوريتي كما تنقولوا عدد كبير اللي كان ديال البنات. لقيت واحد جوج ديال الامهات قالوا باللي بنياتهم بغاو يعلموا بنياتهم التصوير. مرحبا بكم لاله، حنا هنايا غير باش نعلموا التصوير. وحده سولات على واش كاين شي بلاصه فين تقري بنتها. المدن كامله تنظن ان فيهم دي كلوب، فيهم مؤسسات اللي تيعلموا هاد التصوير. ونتمنى ان هاد الثقافه ديال التعليم تدخل عند كل شيء، وطالب من لي بروفيسيونيل انهم ما يبخلوش بداك الشيء اللي تيعرفوا، ويديروا دي لايف ويديروا لقاءات. انا حتى قبل ما ندير لاباج ديالي تنهضر معكم بصراحه، انا في هذا الكوفينمون عاد فكرت انني ندير قناه. انا كجميع المصورين بصراحه كانت الازمه في هذا الوقت هذا، ولقيت انني مثلا لو كان كنت داير لاباج ديالي قبل ما نطيحش في مشكل مادي. علاش؟ لحقاش كنت كنخرج كندير الفروسيه، تنصور الفروسيه، وكان ممكن الى يومنا هذا يكون عندي اعداد كبيره ديال لي زابوني والفيديوهات ديال الناس فوق الخيل. فوق انا كيعجبني الخيل، واذا دخلتوا لحسن حميمي ديال فيسبوك غادي تلقاو باللي متبع المهرجانات، متبع بزاف ديال الامور اللي ممكن انني نستغلها في انني ندير دي فيديو ونبارطاجيهم مع الناس. اذا نتمنى ان نكون شويه قنعتكم شي شويه فيما يتعلق بشراء آلة التصوير. راه ماشي ضروري نوض انا نشوف اخر ما كاين في السوق، خاصه اذا كنت مبتدئ. لا خويا، شوف ثمن البيجي ديالك. عندك 2000 درهم راه تشري كاباري فوتو، عندك 3000 درهم تشري كاباري اباري فوتو. وشكون مهم؟ راه ماشي الاله، راه الفوتوغراف هو المهم. انا عاود لكم انا واحد المساله قلتها في واحد اللايف قبل، وقعت لي نقدر نقول ماشي مره ماشي جوج، انني تنخدم ما نديرش ما نقولش السميه باش ما نبقاش ندير دعايه. انا عندي واحد الاله ديال التصوير هي بسيطه، وفاش نكون في شي مناسبه تتلقى شي حد عنده اباري كبيره وتيكون صديق وتنهضروا شويه، تيقول لي واخا خاصك دير شي، تنقول له مرحبا والله يسهل وهادي وهادي. وكيما تنقولوش بلي لا، راه هاد الالات الصغيره ديالي راه ممكن انا كفوتوغراف نخرج منها العجب. علاش؟ لحقاش الاله ديال التصوير كتبقى غير اداه، راه الفوتوغراف هو. كنت قريت واحد ما عقلتش فين شتها، لقيت واحد الجمله زوينه كتقول بلي راه هذا لقيت هنايا، تيقول لك لو فوتوغراف سي فو، يعني داك الشيء اللي كنصورو داك الشيء اللي كيخرج لنا وداك الشيء راه ماشي الاله ديال التصوير. مزيان تكون عندنا الات تصوير ونكونو كنعرفو نخدموها، ولكن الاهم هو انني انا كمصور نكون كنعرف اش كندير. اذا الاله ديال التصوير كما بغات تكون راه ممكن نخرجو بها العجب ونصورو بها تصاور زوينين. تبقى ان بروفيسيونيل الا كان مثلا باغي يدخل لعالم الاحترافيه وباغي يدير شي تصاور كبار بزاف اللي غادي يكبروا ويتعلقوا، فهاد الحاله هادي كيخص ان بيجي كبير
علاش؟ لاقاش خاصك تشري واحد لاباري فوتو اللي فيها داك لو نومبر ديال لو ميجا دو بيكسل يكون كبير، مثلا 24 36 وهي طالعه في هذه الحاله. ايه، ولكن الا كنت انا باغي غير المتعه وباغي ندير لو بليزير ونخرج تصويرات 40 50